عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على قناتي وصفات سعيدة أم جنات نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير وتكون أحوالكم مزيانة وأموركم جيدة اليوم إن شاء الله رجعت لكم بواحد الفيديو اللي هكا يعني أكثر من وصفة ممكن نقوله يعني هاد المقلات اللي يعني دابا دارجه في السوق هكا وهي زوينه يعني ممكن أنا يعني فيها بزاف الوصفات سواء المالحه او الحلوه ففيت ليها بقى معكم فيها واحد الوصفه ولا كان هكا ما عطيتهاش حقها يعني بقات غير محطوطه فجاتني الفكره علاش ما هكا ما نحط لكم افكار ونعطيكم وصفات اشنو ممكن يعني الا اقتنيتوها او شفتوها شنو ممكن انكم تحضروا فيها يعني العديد العديد من الوصفات يعني كتحضر في هذه المقلات اللي كيسميوها المقلات العجيبه يعني هكا كيسميوها كي نظرا لأنها انها كت يعني ممكن انك تستخدميها في المطبخ ديالك كتعوض كوكو تعوض مقلات كتعوض طاجين تعوض يعني بحال ديك الشكل طلاطه ممكن طيبي فيها حوته يعني ممكن هكا يعني الكيك يعني بزاف بزاف الوصفات فهك انا اليوم ان شاء الله درت فيها هكا الدجاج مرافقه بالقوق وجلبانه

يعني كتجي واحد الاكله زوينه وخفيفه وغايز زعما صراحه في اللذه خصوصا دابا القوق هذه وقيتو والجلبانه وكاين صراحه في السوق يعني بجوده عاليه هكا كيشهي فاش كنشوفوا ديك الخضوره ديال القوق مع الجلبانه فاليوم ان الله درتها بواحد الطريقه هكا جديده نوعا ما هكا مبتكره كنتمنى ان هاد الطبق ينال استحسانكم ديالكم فلا عجبكم الطبق ديال اليوم اخواني اخواتي خليوا لي لايك ديالكم والتعليق اللي كتحفزني وشكرا للناس الجدد وشكرا للناس القدام وندوزو بسم الله وعلى بركة الله نحضرو مع بعضياتنا هاد ديال الدجاج بالقوق الجلبانة يعني هي واحد المريقة بسيطة عادية يعني الدجاج يعني واحد نصف دجاجة مغسولة بالملحة والحامض عندي القوق عندي الجلبانة وعندي بصيلة وقزبة ومعدنوس والتوابل الخفيفة العادية اللي كنديرو في المريقة يعني اليومية اللي كنطيبو بها هاكا الدجاج فهنا تقاسمت معكم الطريقه كيفاش نقيو القوق غنوريكم غير وحده وانا حاولت كيف شفتو يعني سرعت الفيديو باش ما يكونش هكا ممل ويكون طويل آه كناخذوا هكا واحد القوقه كيف شفتو كنقطعها بالموس ومن الاحسن يكون سكين ماضي او حاد باش دغيا يعني يحيد لكم دوك الاوراق ديال هاد القوق فهاد الطريقه سهله واللي زوين فيها انكم يعني ما كيضيعش معاكم هذا القوق فكيبقى محافظ يعني بداك اللب ديالو يعني ما كنضيعوش بزاف بحال كيف يعني يعني كاين اللي كيسلقوه كيحيد ليه دوك فكيضيع ما كيبقاش فيه بزاف كيف شفتوا كندوز دابا لتحت ديالو كنحيد لي هذاك الجديف ديالو او هذيك الساق اللي كتكون ديال القوقه وكنتبع دوك القشور يعني الخضرين كاملين هذوك الوريقات ضروري انني نحيدهم كلهم حتى كتولي ليا القوقه كلها بيضه لابد تحيدوهم باش ملي كيطيب يعني ما يجيكمش هكا يعني كي كيحصل يعني كيجيكم قاصحين دوك القشور الا بقاو ضروري انكم تنقيوهم كاملين و كنحيدو هذاك اللب الدخلاني يعني اللي كيكون فيه بحال الشوك بحال هكا واحد الشعر كنحيدوه يعني سهلة بهاد الطريقة يعني بهاد الطريقة يعني دغيا كتكملو ديك الكمية ديال القوق و وك يعني وكتحصلوا على واحد الحجم ديال القوقه كيبقى كيف كنقولوا يعني الحجم ديالها كبير وما كيضيعش معكم الا سلقتوه اولا قطعتوه يعني ورقه ورقه هكا ما كيبغيش هو يتنتف فملي كتنتفوه ورقه ورقه كيضيع كي معكم كندوز هنا مباشره بعد ما قشرته ونقيته كنحك عليه الحامض يعني سبحان الله القوق كيبقى من بين الخضر اللي سريعه التاكسد يعني بحال التفاح بحال يعني مجموعه من الخضر في واحد الماده يعني سريعه دغيا كتاكسد وكيكحل معانا فمهم مهم هو يعني جميع هذه الخضر اللي كتكون مضاده للاكسده فكلوها بكثره فكتكون صحيه وكتكون زوينه ف كنمشي يعني البوطه كنسخن هاد المقلات فكيف قلت لكم يعني هي كتعوض ليا كوكوط كتعوض هكا يعني طويجين مقلات فيها بزاف يعني ممكن تحضوا فيها ويعني متعدده الاستعمالات ف يعني غنبقى نحط لكم مرة مرة هكا فيديو وفي الاخير غادي نجمع الفيديوهات كاملين باش ما يكونش يعني طويل ونعطيكم هكا كا يعني ك يعني كلمحة أو كواحد الخلاصة لهاد المقلات أشنو ممكن تحطوه فيها فمشيت هكا كبيت فيها يعني شوية الزيت تسخن شوية أه وكنحط فيها داك يعني النصف هنا درت نصف دجاجه هكا واللي زوين في هذا المقلاه انكم اللي كداو هكا تقليو كتسدو فهكا كيمنع داك التطاير ديال الزيت ما كيبقاش يعني يطيب لكم على البوطه او لا لكم يعني هكا سطح العمل اللي كتخدموا فيه وهذه هي الطريقه يعني الحاجه الزوينه اللي عجبتني الثانيه انكم كتقلبوها يعني مباشره وهي فوق البوطه طيب كتقلبوها الا بغيتو تقلبوا الوجه الثاني يعني مثلا لا متس... لا داعي انكم تحمروا يعني كتبقاو هكا يعني كتقلبوه وهو كيتحمر معاكم صافي كنحمر هذاك الدجاج على كلا الوجهين هكا تيقبط في راسو وكندوز هنا كنضيف واحد البصله اللي تكون مقطعه يعني كيف قلت لكم واحد المرايقة اللي خفيفة وسهلة وبسيطة أه ما فيهاش يعني شي حاجة كتيرة ولا طريقة التقديم ديالها وكيفاش غنخدمو داك القوق كتجي زوينة هكا وبشكل مختلف هنا ضفت واحد جوج دروس ديال التوم حتى لتلاتة محكوكين كنديهم غير في جنيب هكا. باش ما نحاولش اليوم ما يتحرقوش ويمروا ليا يعني كتلقاو يعني الثوم فاش كيتحرق كيطلق واحد المذاق ما زوينش صافي هنا ضفت واحد الرشه ديال الملح انا الملح كندير بايدي ماشي بالملعقه فهكا كنشد العبار وضفت نصف حامضه ديال الحامض مصيه يعني الحامض المرقد غير هذاك اللب الدخلاني يعني. وضفت هنا الخرقوم البلدي او الكركم ضفت كذلك الابزار او الفلفل الاسود وسكينجبير او الزنجبيل يعني واحد ملعقه صغيره مع ما من كل هاد التوابل درت منها ملعقه صغيره وهنا ضفت القزبر ومعدنوس كيف ما ممكن انكم تضيفوه يعني قبيطه ممكن انكم ما تقطعوش وهنا كنضيف يعني كنمرق كنضيف الماء الكافي فاش كطيب ليا هاد يعني فاش كيطيب هاد الدجاج كيف شفتو يعني هذا هو المراق اللي غطيب ليا فيه هاد الدجاج ديالنا كنغلق عليه وكنخليه يطيب غير بالمهل بشويه عليه على نار اللي مهيله وما مره هكا كنحل اللي احتاج المذاق فكنزيد هنا ضفت هادوك يعني دوك دوك الانصاف ديال القوق وضفت عليهم عمرتهم هنا بالجلبانه فهذه هي الفكره ديالي يعني عوض ما كان نحطو القوق وكان حطو داك الجلبانة هكا كتبقى يعني كت يعني كتضيع علينا هكا في داك المراق صراحه كيجي داك يعني بحال كنقولوا كت لينا بزاف او كت ما كيبقاش داك المرق يعني بحال كنقولوا كتعجن شويه هذاك المرق فهاد الطريقه كتبقى يعني هكا زوينه كتبقى حتى في المنظر هكا فاش كتشوفي هاد ال يعني القوق هكا فيه الجلبانه فكت هكا الفكره احسن ما كتكون هكا يعني مسيبه غير في غير في المرق فكندوز هنا كنسقيها بداك المرق ديك الجلبانه باش كيتلدد ليا داك القوق مع هاد يعني الجلبانه اللي درت وهنا ممكن تنسموه باش ما بغيتو الا بغيتو تضيفو يعني شي رشه ديال الزعتر اللي بغى يضيف يعني اي نكهه كي يعني كيبغي فليه الاختيار لانك كيف كتعرفو الزعتر كيمشي مع مذاق الجبن انا هنا اكتفيت غير برشه ديال الابزار وكذلك بزيت الزيتون أه صافي يعني بغيت نحاول اني نخلي واحد الم... يعني واحد المذاق محايد صافي هنا بعد ما أه يعني أه سديت عليهم نخليهم الوقت الكافي حتى يطيب لي داك القوقج البانه كيف كتعرفوا ما واحد الوقت اللي كثير يعني هكاك يعني واحد 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه كنعاود نحل عليه هنا راه طاب داك القوق مع الجلبانه كندوز هنا خديت واحد الكميه ديال الفرماج محكوك ماشي بزاف يعني غير واحد شويه باش كنغطي به داك هذيك الجلبانه من الفوق والدوا ديال هذا الفخوماج من غير المذاق بطبيعه الحال كتعرفوا المذاق الفخوماج كيتماشى كي زوين مع الجلبانه ولا كان ايضا باش كيدير كي لي واحد الطبقه بحال كيف كنقولوا كت ما كتخليش هذيك الجلبانه تطيح ناهيك عن المنظر وناهيك عن يعني عن الذوق فهنا كيف قلت لكم اللي بغى يضيف واحد الرشه ديال الزعتر كيضيفها ولكن انا اكتفيت غير بالفروماج بغيت نخلي داك الطبع يعني عفوا داك المذاق يكون هكا خفيف ومحايد صافي هنايا بعد ما طاب لي داك الدجاج كيف شفتو محمر كنبقى هكا غير غير نقلب فيه في الاخير ممكن تضيف واحد مغصو ديال الزبده وكتحمروا في ديك المقلاة كتحيدو هاد يعني هاد القوق وكتخليوه يتحمر حتى كتحصلوا على لوين هاكا ممكن تدخلوه للفرن كيف ما ممكن ان يعني اللي ما متوفرش عنده هاد المقلاة يعني يدير هاد الوصفه هكا في واحد الطنجره اللي كتكون محلوله باش ملي كتحطوا هذاك القوق ما تسيبش لكم هذيك الجلبانه في المراق يعني من الاحسن هذه الوصفه ما كتجيش في كوكوط يعني كتجي في واحد يعني في واحد اللي كتكون مفتوحه باش تحكموا فيها بسهوله يعني كان هذا هو المنظر ديالو الصراحه كيشهي وخصوصا يعني الا قدمتوه يعني مع روز او مع يعني سلطات او مع اي صلصه كتبغيو ممكن تخليه في حتى المرقه اللي كتكون ديالو هكا اللي كيبغي الناس هكا يغمسوا فكان هذا هو الاقتراح ديالي ديال اليوم كنتمنى يكون نال اعجابكم الا عجبكم خليو لي لايك التعاليق كيف العاده وفي الاخير استودعكم الذي لا تضيع ودائعه والى فيديو قادم بحول الله الى اللقاء